على موجات الشباب والرياضة. لما الشباب يتكلم لازم نسمعه، نحاوره ونناقشه. بس الشباب لازم يتكلم. لما الشباب يتكلم مع انتصار غريب. محمد عصام باحث سياسي ومن أبناء الثورة كمان. محمد، رؤيتك بالنسبة للشباب على الفيسبوك، هل بيضيع وقت؟ طبعا بيضيع وقت كبير جدا. طب انا هتكلم ان انا كنت زي الشباب في يوم من الايام، كان وقتي كله على الفيسبوك، تمام، لدرجة ان انا وقفت في مرة كده مع نفسي، لقيت نفسي بضيع وقتي في حاجات ما ينفعش ان هي تضيع. زي ايه كده؟ على الفيسبوك يعني احنا قاعدين على الفيسبوك ال 24 ساعة قاعدين نتكلم نتكلم، نضيع طاقتنا اللي احنا المفروض اصلا ان احنا في عز شبابنا نستخدمها في حاجه مفيده طب ما ونستخدمها في بيتابعوا مصر. اخبار، بيتابعوا موضوعات. ماشي، هو انا مش بقول لحد يقطع الفيسبوك خالص، لا انا بقول له ليك وقت معين، اهم حاجه ان انت تبص لمستقبلك، تبص لوقتك، ماشي، تنمي مثلا قدراتك، بالظبط كده تتدرب على حاجة. بالظبط كده. عايز اقول لهم ان الوقت ده اللي بيعدي صعب قوي ان احنا هنعوضه، هيجي في فتره كده تقول يا ريت الوقت ده يرجع تاني، يبقى ليك طموح وحلم تبدا تحققه. عايز اقول لهم برضو ما تيأسوش، بصوا لقدامكم، بصوا لحلمكم، مش صعب. طب ازاي محمد عصام انت تستغل الفيسبوك ان هو يفيدك في مهنتك، يعني ان هو يبقى اضافة ليك؟ طب انا بما اني محلل سياسي، تمام، واحنا كنا في حراك ثوري او حاله ثوريه كانت موجوده، فابدا اشوف رد فعل الشباب ازاي، رد فعل الناس عموما، ماشي، والوقت معين مش طول الوقت برضه، بتستعمله في ابحاثك يعني؟ بستعمله في ابحاثي بالظبط. انت عارف انا بلاقي شباب ما بقاش عارفة هو مهنته ايه، هو عمال يتكلم على حاجات عامة في المطلق. طب ما انت احنا افدتنا في مهنتك لو او رجعنا اتكلمت عن مشاكل في بالظبط، مهنتك او لو رجعنا للسبب هنلاقي ان الشباب عنده فراغ كبير جدا، مش قادر يستغل وقته، مش قادر ما يبص يستغله في لنفسه. مهنته او في مجاله ما هو بالظبط او التعبير حتى عن بالظبط ده مشاكله اللي انا عايز اوصله، الحي بتاعه او ده اللي انا عايز اوصله للشباب كلها. وقتك مهم جدا، عمرك اللي بيفوت مش هتعرف تعوضه تاني، حلمك خلي عندك حلم وطموح، ما تخافش، ما تبصش لظروفك خالص، يعني المشكلة مش في الفيسبوك لكن في استعماله. في استعماله وفينا احنا كمان كشباب، ان احنا شايف احنا ياسين من الحياه. طب انت بتستعمل فيسبوك زي ايه دلوقتي؟ هو فيسبوك بحاول اتابع الاخبار، اطمن على واحد صاحبي مثلا احيانا، ماشي، يبقى عندي مثلا تحقيق مثلا او بحث، بحاول ان انا استفيد من صحابي، اسالهم عن طريق الفيسبوك، لتوقيت معين؟ بتوقيت معين مش طول الوقت يعني. خليته برضو يعني انا استخدمت الفيسبوك الهدف ليا كمان، مش لفراغ او ترفيه، لا ان انا اقعد استخدمته اقلب لشغلي، وخلاص في الصفحات لا لا وكده. استخدمته لشغلي ومش لترفيه خالص. لما الشباب يتكلم مع انتصار غريب.